اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي استعرض معكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله جدا اللي فاتت. تعالوا نشوف دايما اكتر الشخصيات تداولنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودايما بيكون معانا اكتر خمس شخصيات. تعالوا نشوف في المركز الاول معانا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خلفيه اعلان موعد اجازه عيد تحرير سيناء. اما المركز الثاني فشيرين سيف النصر، الراحله شيرين سيف النصر على خلفيه اجراء مراسم العزاء الخاص بها، واللي شهد الحقيقه حضور كبير جدا من نجوم الفن منهم الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه والفنان احمد عبد العزيز والفنان محمد فؤاد. الشخصية الثالثة اللي معانا النهاردة الحقيقة وهي الفنانة الجميلة غادة عبد الرازق، وهي كانت في المركز الثالث النهاردة، وده على خلفية تصريحات تلفزيونية قوية جدا وخطيرة جدا ان هي اتكلمت فيها عن زيجتها المتكررة وعن معاناتها من انعدام الاستقرار النفسي والعاطفي، وقالت انا مريضة من 35 سنة، قصدها ان هي مريضة نفسيا من 35 سنة. طيب نروح للمركز الرابع، المركز الرابع محمد معيط، الدكتور محمد معيط وزير الماليه في المركز الرابع، وده على خلفيه عده تصريحات الحقيقه منها الاعلان عن تسليم 20 مليار دولار من صفقه راس الحكمه، وده اخر مايو، وحديثه عن توقيع نموا يقدر ب 4.2% في العام المالي المقبل. تعالوا نشوف المركز الأخير معانا جو بايدن الرئيس الأمريكي، وده على خلفية تصريحه بأن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا صعدت إيران هجماتها ضد إسرائيل. الحقيقة احنا مش عارفين أمريكا شوية مع إسرائيل ولا شوية مع إيران، شوية لا احنا مش هنسكت لإسرائيل لو عملت ده مع إيران، ولا احنا مش هنسكت لإيران لو عملت كده مع إسرائيل. فيعني الحقيقة هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل. طيب تعالوا نروح